سمعت سيقول السائل: إذا ضحى الأب عن أهل بيته هل يلزمه الإمساك عما يمسك عنه الأب؟ إذا ضحى عن الرجل وأهل بيته هو الذي يمسك، إذا أراد الضحية يمسك عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. إذا دخل شهر ذي الحجة هو أراد أن يضحي عن نفسه أو عنه أهل بيته هو الذي يمسك، لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرة شيئا حتى يضحي. أما أهل بيته لا يلزمه، يعني الحديث إنما قال إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ، هو المأمور هو الذي أراد الضحية. أما أهل بيت من زوجة وأولاد لا يلزمهم ذلك، هذا هو الصواب. إنما هو يمتنع حتى يضحي إذا دخل الشهر وأراد الضحية عنه وعن أهل بيته، يضحي في يوم العيد أو في أيام التشريق ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي كما جاء الحديث بعد دخول الشهر.